كنتي في بني من الليل وباغي تاكل تاكوس بعشرين درهم، كاين واحد المحل صراحة محل تم التجديد ديالو وفي كاع جميع لي برودوي كاملين اللي كتشوفوا معنا من خلال هذا الفيديو كاملين دايرين 20 درهم. المتخصص في جميع انواع العصير والكوكتيلات ولي صالاد فروي بما فيها زعزع، وكذلك يقدم وجبات سريعه بحال تاكو ساندويتش وحتى البانيني باثمنه جد جد مناسبه اللي ما كتفوتش 20 درهم وجوده رائعه بشهاده ديال الكليان ديالهم. زياده على انه المحل كيبقى فاتح تقريبا الابواب ديالو يعني ساعات متاخره من الليل، وكيوفر التوصيل داخل المدينه وغير بخمسة دراهم فقط داخل بني ملال. بالنسبه للعنوان الاخوان كيتواجد في حي الصفا حدا الطيف كارتي ميمونة، يعني في الخلف ديال سيرفيس ديميل القديمه. خليكم معنا في الاخر تاع لا فيديو غنبينوا لكم بالفيديو يعني من عند الشارع ديال الحسن الثاني حتى لدخل المحل.